السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الأحيان نراجع أنفسنا ونجلب صفحات الذكريات ونتذكر المواقف اللي واجهناها لأول مرة في حياتنا. نبتدي نفكر، هل كانت ردات فعلنا ردات فعل إيجابية أم سلبية؟ ليش واجهنا هذه المواقف من الأساس؟ يمكن نعرف الإجابة ويمكن ما نعرفها، بس الأكيد أن هذه الذكريات ما تنمحي من البال. وضيفتنا اليوم في الاستوديو أول مرة انطلقت للمجتمع من خلال ميكروفون الإذاعة اللي تكن له كل الامتنان لما قدم لها من صقل لمهاراتها الإبداعية من تمثيل وإلقاء وحضور وسرعة بديهة. علاقة ضيفتنا بالمجتمع مش علاقة المجتمع بفنان عادي، علاقة ضيفتنا بالمجتمع مثل علاقتك بإنسان بينك وبينه عشرة سنين طويلة، متعود على حسة في البيت اللي يضفي البهجة والسرور والراحة وأيضا البركة. أنا اليوم يشرفني تكون معاي في الاستوديو الفنانة القديرة رزيقة الطارش أم سيف. حياك الله ويانا في الاستوديو أول مرة. الله يحييكم ويبديكم، وأنا أقول أول مرة. أول مرة. أول مرة. يعني أنت مذيعة أصلا، لو كنت أنت في مكاني كيف بتقدمين اليوم البرنامج؟ يا الله ما سألت عن شيء، عاد أنا هذا أموت على كلمة مذيعة. صدق. لأنني ابتديت في الإذاعة صراحة. إيه. وكنت أيام زمان الأول كلنا وايدين، حتى لو تسأل إبراهيم جمعة الله يذكره بالخير كانوا يسوون أبياب قواطي كذي زين، ونسويها وكأنه مثل الإذاعة، مثل الميكروفون، مثل ونرمس فيه ترى البيب يوم الصفيحة حين يسمونها. يومي ترمس فيه يسوي صوت، فإحنا نستعجب من هذا الصوت، وهذا مبدأ إرسال الصوت واستقبال الصوت، هذا هو المبدأ يعني. إيه هذه بداية كل نرجع واحد. لأول مرة رزيقة طارش فتحت عيونها على الدنيا، وين كنتي في أي فريج؟ والله فرجان وايد. لا هو مكان واحد. وايد فرجان. تنقلتي وايد؟ لكن إيه، لكن تنقلت من مكان لمكان. بس أول فريج. أول فريج كنا فريج الشرجي هني موجود في دبي. في دبي. إيه وين ال شو هني الحين؟ ما تحدين المكان؟ لا أحيده بس مو بجاي على بالي شو هو هذا. هاي صورة أيام الطفولة. ما شاء الله. يوم صغار. يوم زين يوم سيف. إيه متعدلين طعم زين نش قايل. كم كان عمرك هني؟ تقريبا 12 سنه. هي 12 سنه. هي. ها ما شاء الله. تذكرين اول مدرسه كنتي فيها ولا؟ هي مدرسه خوله بنت الازور. بنت الازور موجوده هنا في دبي. ما زالت موجوده. ما زالت، ما ادري اظن شلوها ودوها مكان غير، ما سووا لها في توسع فيها، هذا ما يستوي. وهاي الصوره هي عاد هذه منزليه. هاي صوره منزليه. ايه ها منزليه. حلو. طيب اول مره تسافرين، ما ادري صححيني اذا انا غلطان، أول مرة تسافرين تجهتي لمصر صح؟ أنا أول مرة صح سرت مصر، و سرت طبعا عندما خلص الثانوية، وحتى ما كملت ثانوية إعدادية، فسرت على أساس أدرس لأني أنا حبيت الإذاعة. طبعا في أشياء وايد ما بقولها لك، وايد لو أقولك ما بنخلص طبعا، بنعطيك إحنا رؤوس الأقلام مثل ما يقولون. نعم. إيه فسرت مصر أنا ودرست هناك في الإذاعة، و دربتي في الإذاعة. هي دربت الإذاعة. هي أسستي هناك يعني. كل شيء يعني على أساس الواحد يعني لما يدرس يتعلم يتعرف الصح. يتعرف على شيء جديد. نعم. يعني مثلا وبعدين من منبعه طبعا هناك. لأنهم هم هل الفن وحليلهم أكيد تعلمنا من عندهم. أنا حتى أم كلثوم صرت لها. شيء عندنا صورة مع أم كلثوم أعتقد موجودة. شوف أول شيء طلع شو هالتسريحة الحلوة يا أم سيف. إيه هذا كنت تعدل. وين هذا؟ برج القاهرة. هذا هي برج الجزيرة. برج الجزيرة مصر. هي كنت أدرس أنا هناك، خذيت تقريبا 6 شهور. نعم. إيه؟ أنت عشان الدراسة والإذاعة أول مرة
يتقدم لك حد رفضتي صح؟ إيه. ليش؟ بيقولون عن الإذاعة وإحنا من كثر ما أحب الإذاعة أنا والله العظيم أقول صراحة من كثر ما أحب الإذاعة يعني ضحيت بكل شيء. ها شوف 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 أنت طالعني. هذه رسالة شو؟ شهادة هاي اللي أنا خذيتها منك من عندهم. من مصر. هي من مصر هذه مكتوبة ومطبوعة وحاطين عليها ما أدري هو هذا مهرهم وكل شيء. مكتوب نشهد بأن المذكورة أعلاه قد اجتازت الاختبارات الفنية بنجاح تام في التمثيل. كما أدت أدوارها في برامج إذاعة الشرق الأوسط بالجمهورية العربية. ما شاء الله الإذاعة هاي إذاعة عريقة جدا يعني. طبعا صرت أنا. طيب أول مرة تتزوجين في 1971 مع الاتحاد ما شاء الله. إيه. هذه صورتك مع البعل. ها؟ البعل. بعلنا هي. إذن هذا بعلك. هي هي زوجنا بعلنا. وأول عيالك سنة كم؟ متى أول مرة جبت فيها ابنة وابنة؟ احنا نعرفك كم سيف بس هل سيف هو اول لا الثاني الثاني ايه؟ عندك ابنه ايه سنه كم انت هتخلوها مستخبيه مثل ما يقولون ما تخليها مستخبيه بس مستخبية. اثرت على حياتك هذه ابنتك اتوقع هاي بنتي هاي اول وحده اثرت على حياتك حياتك المهنيه الامومه لا لاني انا 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 اول شيء انا الامومه لولا الأمومة يعني كان ما وصلت للإذاعة ولا وصلت أنا أقول لك تبريني. زوجوني قال نزوج لا ما تصيرين وما عارف شو ورياييل ومجتمع وإلى آخره كلامنا الأولي هذاك الله يسامحهم إنزين فقالوا نزوج كل ما عليه أتزوج فيها ما فيها على سنة الله ورسوله الحمد لله تزوجت وقدرت أوصل للي أنا فيه حين لأن كانوا منعوني قالوا له ما تصيرين فهذا اللي حصل وطبعا انت كنتي محظوظة ايضا بان زوجك تفهم صح الرجل متفهم نعم هذه صورة مع ابنتك ايضا ابنيتي هاي وهذا اول حفيد لا لا هاي مش اول حفيد هاي كبر كبر وحين عاد هذه ايه اللي هناك هذا اول حفيد ايه اول حفيد نعم لما استويتي جدة اول مرة شو اول فكرة تبادرت لذهنك هل بعتزل بستمر ما أعدتي ترتيب حسابات لا بالعكس 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 أنا حبيت يعني أن مثل ما تقول ما فكر في الاعتزال لأن الاعتزال بيحرمني من الناس اللي أنا أحبهم اللي هم أخواننا المشاهدين نعم أخواننا المشاهدين كلهم يحبون والجمهور وكلهم فكيف أعتزل أنفصختي مرة واحدة صعب جدا بعد يعني عشرة مثلا هاتش الأيام يمكن بعد 15 20 سنة نعم نحن بنتعمق أكثر في مسيرتك المهنية بس قبل الفاصل أبغى أقول بعض المعلومات وصححين لو كنت غلطان ومسيف ما بعد الفاصل ما يدرى بقعد أول إذاعة في الإمارات كانت إذاعة صوت الساحل انطلقت من أول قاعدة بريطانية في الشارقة عام 1962 حسب مصادر من صحيفة الخليج وأيضا صحيفة البيان وأول إذاعة لشخص إماراتي تدرب على صنع وتصليح راديوات في الدمام كان اسمه راشد عبد الله العليلي في إمارة عجمان سنة 1961 أسس إذاعة ما طولت وايد من سنة 61 إلى سنة 65 بعد الفاصل متعمقين أكثر في المسيرة المهنية للأستاذ رزيق طارش خلكم ويانا مع أول مرة عودة لأول مرة في هذه الحلقة الاستثنائية جدا مع الأستاذة الفنانة القديرة رزيقة الطارش أم سيف حياك الله ويانا مرة ثانية أحييك أم سيف أول مرة تمثلين متى كانت؟ كان الله يهداك جايين ممثلين من الكويت نعم هذا الكلام في السبعين في السبعينات في السبعينات فأنا مرة ملي إذا كنت أقدم برنامج الأطفال في إذاعة أبوظبي برنامج أطفال فأنا عقب ما خلصت ظهر حضرت الاستوديو وأشوف الناس حضر تظهر قلت أنا إيش عندهم خلاص إيه وجيتهم قالوا لي كان فضولية كنت يا إيه والعيد روس حليلة موجود نعم. أول ما شافني كان يقول يفكرني جايبيني كومبارس مثلا قال لي تبين تمثلين قلت إيه ليش لا
قال لي زين تعرفين؟ قلت يا أخي أنت اسأل وقول، أنا أتحسب سؤال وجواب. قلت له اسأل وأنا بجاوب. قال لا، تمثيل مثل ما نحن. وقفوا هم ياسين يقولون المشهد اللي عندهم وأنا طالعهم. يقول ما خلصت أنا أقول تعالي تومين تقولين مثل هاي. قلت ليش ما أروم أقول؟ أنت قلت وأنا بعد بقول. جرأة وتحدي ما شاء الله. وشو؟ لو ما تعرفين أعرف. إيه قلت بعرف علشان أوصل. أنا لو قلت ما أعرف ما بخسر بشيء. طبعاً. فبعدين جلست أنا عاد عندي مجموعة ختم حاطن بلي كذي. فأنا قصدي أرمس يعني في الـ هذا عشان الخواتم أجلبن كذي وهذا. كان يقول إيه العيدروس عرفت أنت تحبين تجمعين الخواتم. قلت له لا من قال لك؟ قال لك كوت راح اصطف 20 خاتم قاعدين. شو اسمه ضيف لشخصيتك حتى بالتمثيل؟ ايه هو هي على اساسي هذا الاستاذ محمد العيدروس. بس انت اول مره ايضا شفتي زكي طليمات. الله يرحمه. يعني ما شاء الله شفتي انسان له فضل على المسرح المصري والكويتي والاماراتي. الاماراتي كله. لكن يعني صراحه يعني انا استفدت من هالشخص وهو اللي قال لي شوفي انت قاعد بتعملي ايه هنا في الاستوديو؟ روحي مكان ثاني ودرسي واعملي. قلت له وين اصير انا ما يرخصوني؟ قال ما يرخصوكي ايه. هذا زكي طليمات. بس اول مره تمثلين مسلسل. الحين احنا ترى احترنا المصادر التاريخيه تقول الشقيقان، شحفان، الغوص. شو هو اول مسلسل انت مثلتي فيهم كلهم؟ هذا كلهم انا اشتغلت فيهم. بس شو اول مسلسل اماراتي كان؟ اول شيء شحفان. شحفان هذا شحفان. اول عمل امارات. اول عمل هذا. لا وبعدين مو هو بعدين قبلها فيه حريم بوهلال. هذا قبلهم كلهم. هي قبلهم كلهم. من ابتدينا الدراما عندنا هاي صوره من شحفان. هاي شحفان. هذا اول لقاء يجمعك مع محمد الجناحي ولا لا؟ اي نعم اول مره محمد الجناحي الله يرحمه. وهذا شو اسمه هذا ربيع لنا شو سعيد بن عفصان الله يعطيه الصحة يعني نعم. بس ومحمد نادر وهي المجموعة كلهم اللي في أم سيف. أول مرة توقفين على المسرح يعني ها بالنسبة للدراما بس أول مرة توقفين على مسرح متى كانت؟ أنا اشتغلت مسرحية الصبر زين إخراج مراد كامل. وبعدين أول مرة أنا أوقف على خشبة المسرح. شو كانت ردة فعل أهلك من التمثيل؟ الحين إذاعة مو مشكلة تجاوزتي بس التمثيل لا خلاص. الحين إحنا كان عندنا عاد صار شو الحين طلع العلم وطلع التلفزيون وطلع ما صار في تقدم. إيه صار في تقدم ما عندهم يعني ممكن يعني في التمثيل غير التمثيل. لا عادي نعم. هذا خلاص يعني إحنا قطعنا مثل ما يقولون شوط. نحن عطينا نحن تبوز المدفع حقين الرصاصة عليهم كذي وطلعت. أول مرة تستلمين معاش من الإذاعة شو كانت العملة؟ دينار بحريني. دينار بحريني ها؟ إيه. كم كان المبلغ؟ وبعدين في ما عليه بيد ما تبين تقولين المبلغ شكله إنزين. لا 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 بقول لك المبلغ بالعكس استلمت أنا 600 دينار بحريني. إيه. نعم هذا بالنسبة لي الأجر. ودي تعاملتي مع وايد نجوم على فكرة. في وايد لك صور مع نجوم كبار من الوطن العربي. وين كنت تشوفينهم أكثر شيء؟ في الإذاعة كنت تشوفينهم؟ ترى أشوفهم في الإذاعة أشوفهم في المسرح. أسافر أنا من النوع اللي أحب أسير مصر وأروح مسارح. أسير مسارح أشوف يعني نعم متولع بالشيء هذا. فدايما يتعرفوا يعني لين الحين أنا لما أسير يتواصلون وياي بالعكس. نعم هاي الصورة مع هدى الخطيب. ومنو معك؟ وحياة الفهدي. مثلتي معاهم مسلسل ايه اتوقع في سنة من السنوات. انا سويت 3 مسلسلات ويا حياة الفهدي. اول لقاء يجمعك من كلثوم يبتي سيرتها في الجزء الاول من البرنامج. بس انا كنت ابغي اخلي هذه السيرة حق الجزء الثاني. ايه خبريني بلقائك مع ام كلثوم هذه القمة العربية. ذكرتني يعني في اشياء والله. انا صرت يعني كانت ام كلثوم جاي هني يوم ال 72 اتوقع يجمعون شيء للتبرعات هي حق الليل هذا. فانا جيت وشفتها مثلا جاي في الطياره ونزلت وما في حريم كان موجود مانع العتيبه
ومجموعة كلهم طبعا ظاهرين هي هذول كم موجودين كلهم نعم. وكلهم كان أنا بعد وندسم بين وندس كان تيرني بدي كذي شو قالت لك؟ قالت لي تعالي شوي قدامه عشان تبقي طولهم أنا من كلهم طول أنا. فبعدين عاد اللي هي الأخت هذه سمونها تغريد الحسيني نعم. هاي مذيع عندنا كانت قديمة أول فيه. فقالت لها الأخت رزيقة طارش هاي مذيعة في إذاعة في الإذاعة نعم. بس غير ما تذكر هي على طرف الصورة على يمين ايه. الصورة نعم. كانت تقول لا هو إلي لا قلت لها شو أنت روحت والله روحت قلت لها يكون غلط ولا قلت شيء قالت لا أنت مش مذيعة أنت فنانة متعددة المواهب وهتفتكريني بس هاي تذكرتيها طبعا أكيد طبعا لو ما يذكر هالكلام أكيد طبعا أنا لعلمك الخاص قبل ست شهور سبع شهور كذي صرت بيت الجديد اللي فيه أهلها الحين زين في السنبلويه والتقيت بهم وشفت البيت وكل سبحان الله وأنا عاد عندي الصورة كان أقوم أعطيها أخوها بس شافني أعطيها يقوم سلم علي مرة ثانية وأمتي وأنت أنا افتكرت شفتك لما شفتك قلت دي فنانة حيخرج منها حاجة قلت شو بيخرج منها حاجة ما عليه والله خرج حاجات ومحتاجات وايد أشياء والله أول مرة تمثلين الدولة من خلال عمل فني في الخارج تتحدين هالمرة؟ أنا لما صرنا نزور المرضى الموجودين في تايلاند نعم. وفي ألمانيا فصرنا هاي كانت أول مرة هذه أول مرة تطمن الدولة على أحوال المرضى أو يعني المرضى في نعم. أشياء هاي موجودة قبل الفاصل أيضا بنمر مرور سريع على إذاعات الإمارات اللي افتتحت في يعني مختلف الأوقات إذاعة أبو ظبي تأسست سنة 1969 ورسميا افتتحت سنة 1970 وفي سنة 1971 افتتحت إذاعة راس الخيمة وأيضا إذاعة الشارقة الشارجة. وفي 1 أكتوبر سنة 1971 انطلقت رسميا إذاعة دبي نلقاكم بعد الفاصل مع رزيقة طارش خلكم ويانا عودة لأول مرة مع فنانتنا القديرة أم سيف رزيقة الطارش حياك الله ويانا في الجزء الأخير من البرنامج واليوم مستعدين وياك ذكريات وايد شي بشكل سريع فلاش باكات سريعة يعني مثل ما يقولون في الدراما ها يلا قول طيب أول بيت لرزيقة طارش تملكه متى كان بيت الأحلام لرزيقة بيت الأحلام بيت الأحلام لا إله إلا الله ولا ليه حمام لك دي بيت الأحلام لا لا الحمد لله ما قصروا معاي لا موجود كل شيء لكن بيت الأحلام تدري أنت كان أول بيوت جدرات ما عندنا خيام كانوا سعف حتى على أيام أنا هي نعم وحيد حتى البحر يوم يطم شللوا عيام من تحت الشبرية مظهران صوب الثاني ايش انت فيه يعني شكلك عشتي في كل انواع البيوت اللي مرت كلني طالعت بس بيت رزيقة طارش اللي حلمت فيه وسكنت فيه سنة كم هذا ما نقول سنة كم لان كم مرة تقلنا وايد من الاسئلة مسيف بالذات من الارقام يا اخي عاد حليلها رزيقة طارش مسكين انا عندي يقول لك بويت عريش وخيمة زين بس الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما قصروا معايا يعني الحمد لله لكن الإنسان يعني طبعا, إيه طبعًا. طيب أنت يعني من أول معاش المعاش طبعا غالي الواحد من عرق جبينه أول معاش هذا ومحتار ما يعرف شو يشتري شو ولا شو يحس إن عنده كنوز الدنيا كلها تعرفين رزيقة طارش أول شيء اشترته بمعاشها ما تتذكر شو كان شريت كنديشن والله حر كان ماشي عندنا هذا يسمونه بارجيل ايه زين ايه وهاي البنكه طبعا حاره
ما لازم. يوم يعني الراتب كان أقول وريهم فسكتوا أنتوا وصرنا مشارين الكنديشن. طيب. يبرد علينا. وبعد. بس. غير المروحة اللي هي البنكة. لا هاي البنكة موجودة بعد وبعدين سمونها هاي تلفزيون. اشتريت التلفزيون يعني. تلفزيون ورادة وبموج هذاك موجود من الحين موج عود كذي يوم من حيسة من حيسة. حسناها انقصت شعره. شو اول موبايل اشتريتي؟ هو هذا النوكيا صغيروني وحليل عندك يا بعد؟ موجود عندي. يابولنا صورة التلفون. مصورة التلفون ام سيف؟ ايه. شكلك تحبين توثقين كل شيء. اوثق كل شيء. انا عندي هذا وعندي التلفزيون. انت لو شفت التلفزيون عندي طراز مو كلاش مال الاول. عندك اياه؟ ايه عندي موجود والله للحين. تحصله الحين صورناه. ما ادري اذا الشباب عندهم صوره التلفزيون. صوره الراديو. هذا الراديو. لا في تلفزيون صورناه اذا هم صوروه ما ادري عاد. نعم صورناه. نعم هذا بعده يشتغل؟ هي بعده شغال. ما يشتغل هي ما حد يزخه. لا تسمع لي اذاعه ساعه طر. تسمعين لي اذاعات للحين ام سيف؟ تراقبينهم؟ هذا التلفزيون. هذا التلفزيون. ايه التلفزيون. تسمعين الاذاعات الحين؟ اسمعي ساعات. انا اسمع في الليل. انا من نوع الليل اسمع كذي عقب هذا. تنتقدين؟ طالع. ايه تسمع شيء. اتذكر الاول يوم يعني التلفزيونات ولا اسمع يعني مثل ما تقول مش الاخبار التمثيليات البرامج إذاعة الشرق الأوسط. شو اللي تحبينه للحين؟ شو اللي تحبينه في الإذاعات اليوم؟ شو اللي ما تحبينه؟ قبل ما نعلق على هذه الصورة. لا والله أنا كل شيء يزودني معلومات أحب. ما عندك مشكلة. إيه ما عندي مشكلة. هذه أول مرة تزورين بيت الله الحرام. بيت الله الحرام. صورتي ما تعرفين بعد سنة كم ولا تعرفين؟ عبدو تعطيني سنة. لا هذا قبل سنتين ثلاث سنين تقريبا. قبل سنتين طولت لي ما رحتي مكة أول مرة. ها لا والله صرت ما شاء الله. صرتي يعني مش أول مرة هاي يعني. لا مش أول مرة. هذه مش أول مرة. مش أول مرة أخبركم. أيوة هاي أول مرة تخبرينا. أول مرة تصورين يمكن. إنزين أبغي أعرف أول مرة أم سيف تسمع تعليق يزعجها كفنانة. تعرفتي حق موقف مثل هذا؟ أنا عارفة أن أنت يعني تمسكت بالفن وتمسكت بالإعلام ما كان شيء سهل يعني. وفي ناس نظرتهم ساعات للمجال ما تكون صح لطيفة. في مرة واجهتي موقف أن واحد حق عليك كلمة ولا واحد ولا وحد ولا في أنا ثلاث أشياء ياريت أن أعرفها. ايه المرة يعني الأولية طبعا أنا يوم فرجان كيد بيوتنا الأول. نعم. زين وعندهم مثلا بنات عيال أولاد ما شاء الله. شو رأيك أن أم العيال هذيلة تقبض عيال تحذرهم في البيت وطبج الباب؟ ليه؟ سيروا رزقة ياتنكم. قلتهم أنا مو إنساني مثلي بيقولون. قال لا يظهر صوت تفريداعه وفوق هذا حين في التلفزيون صورته تظهر يعني كان يفتكرون. والموقف الثاني؟ هذا واحد. الموقف الثاني الله يهداك إيراننا بعد. إنزين كلمة على الجيران. إيه كلمة إيران. ترى هم السبب عليهم إيران. وبعدين قالوا لا تدشين بيتنا ولا تحطين حتى بال. وهذا أيام شو أيام كنت أول ما تعلمت السواقة أنا. والموقف الثاني؟ إيه. والثالث؟ إنزين زين. أيه. الثالث هذاك عاد مشكله ان يابو يعني مو بيارنا هو تقريبا مثل يارنا بعيد يعني عليه بس ما جاي قابض خيزران هذا المهيب يظلم. قال بتعلمين بناتنا يرمسون في الاذاعه. قال يرمسون. فشوف يعني في مواقف انا مريت بهم. الحمد لله انك انت ما تركتي وتميتي وانت بصراحه يعني من الناس اللي نعتز فيهم في الاعلام ام سيف. شكرا على وجودك. شايتنا من مكان بعيد وانا جدا اقدر هذا الشيء. مشكوره وما قصرتي. يلا ابوي.
شكرا جزيلا. بس رخصونا هي عقوان وانتي مسير بنسولف بنقول السوالف اللي ما قلتيها على الهواء. اذا المشاهدين شكرا على متابعتكم ونشوفكم ان شاء الله في حلقه اخرى من برنامج اول مره. الى اللقاء.